بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا بنشرح فكرة الـ ODM ببساطة، وطبقناها على ملف التكست. الملف الأول هو a.txt والتاني p.bnx. ده اختصار للفكرة بتاعتنا. هنلاحظ ان احنا بنفتح الملف على الوورد بيد، هي نفتح الملف الاي تكست والبي دوت بي ان اكس، هنلاقيهم الاتنين متطابقين تماما. ده الملف الاول اللي هو الاي تكست، ملف تكست بسيط جدا. ده اللي هو الاولاني، ونفتح ملف تاني اللي هو البي دو بين اكس، وهنقارن بينه. دي مقارنة بصرية للبيانات الموجودة وسلامتها. طبعا في مقارنات تانية تمت كمبيوترايزد بعض البرامج، مقارنة بين الزيرو والوان لكل ملف، فما يجناش فيها اي تغيير. زي ما انت حضرتك شايف مفيش اي ديفرنت، مفيش اختلاف نهائي بين الملف ال P والملف ال A. الداتا سليمة بين الملفين بالكامل، كاركتر كاركتر، سبيس سبيس. الفرق الوحيد اللي احنا هنشوفه دلوقتي هو فرق الحجم بين الملفين. ملف ايه تقريبا 3.5 كي بايت، وملف بي دوت بي ان اكس 1.7 تقريبا النص. اللي عامل الفرق ده التكنولوجيا اللي احنا طبقناها على الملف A اللي اديتنا ال B dot bnx، ودي قابلة انها تطبق على جميع الداتا، فيديو، بيكتشرز، نت، اي زيرو وان على الانترنت، على الموبايل، على اي ابلكيشن، على ساتلايت، الاقمار الصناعيه.